السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ شكرا على التفاعل وربي يحفظكم. شباب اليوم جابوا لي هذن الطيور الحوب، هذن هولنديات، الاصفر هولندي، بس هاي الطيرة مو هولندية، عادية يعني، بس خوش طيرة هي اماية. وهذا الفحل، شباب اريد تفاعلكم بالقناة، اريد تعليقات، لايكات، شو كل شي ماكو. ان شاء الله هذني راح نصور لكم اول باول، شي يصير ويانا نصور لكم. هاي طبعا انا عازلهم يعني هيك شي، لان حتى اريد انزعاجهم باقرب وقت. انا دخلت من داخل الغرفة، يعني الفحل بعده مخلف هو الظهر. شوفه هذا الفحل، هاي الطيرة، ونسأل الله ان يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. هذا الفحل، طبعا انا قبل ساعتين خليتهن، ساعتين اجيت هسه طبيت الغرفة، لقيت النثية دا تحفر بالبيت بالقفص، يعني تحفر دا تنظف بيه، هو جديد بس دا تنظف بيه، يعني الظاهر تبيض هي او فتشي. اعطونا رأيكم بيها، وذاكم ملاحظات عليهن هم نريد تشاركونا بيهن، وان شاء الله عن قريب راح اجيب لكم الفناجز الحمر. فناجز الحمر هم كلش حلوات، اليوم عجبنا كلش. طبعا طبعا حطيت الكالسيوم همين ويا الاكل، ما ادري بين هذا المي مالتهن. تحياتنا شباب، ولا تنسون التفاعل والاشتراك واللايك.